السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من ياسمين الشام بوفي الإفطار 22 رمضان. نحييكم، كل عام وانتم بخير وأهلا وسهلا فيكم. برمضان احنا حاولنا ننوع الأكل بشكل كبير ومشان نرضي في كل الصائمين والأخوة اللي زارونا في مطعم ياسمين الشام. مطعم ياسمين الشام بيت الجميع وملتقى الجميع، وحاولنا نعمل هالمكان حتى يكون صلة رحم ويكون اجتماعات الناس والأصدقاء وبعد فراء وبعد غربة، ومنتذكر أكلاتنا ومنتذكر شو كنا نعمل في رمضان بالإضافة للحلويات المطلوبة بهالفترة هاي. عم نساوي معمول البرازيل، الكعك، الغريبة، البقلاوة، الوربات، القطايف، كل هريسة، الحلاية، حلاوة الجبن، كل الأصناف اللي بتحبوها كمطعم سوري، حلويات سورية، ثقافة سورية. منحييكم لكم من مطعم ياسمين الشام فيينا، كل عام وانتم بخير وأهلا وسهلا في الجميع. أجواء رمضانية، يعني الواحد بيشتاق لهيك أجواء. أنا جاي من سالزبورغ، اليوم أول يوم بسالزبورغ، فلا الواحد عن جد بيشتاق لهيك أجواء. أجواء كتير حلوة الحمد لله، الله يبارك لكم. Das Essen ist sehr gut und die Stimmung ist sehr gut und alles toll. Danke. الأكل جميل هنا وفي مطعم ياسمين الشام، والجو والأجواء الرمضانية بنفتقدها إحنا طبعا في النمسا، وتعالوا جربوا حاجة جميلة خالص. شكرا. ياسمين الشام ياسمينة في فيينا وبيقدم لنا أكل طيب، يعني لا أستطيع إلا أن أشكر القائمين على هذا الإفطار. إفطار رائع سوري، والمائدة السورية مشهورة، يعني إن شاء الله متمتع بالإفطار، وشكرا جزيلا. الأجواء رمضانية والسفرة المفتوحة وجمعة الشبيبة، يجتمع الواحد بالناس هو وأصحابه برمضان، خصوصي أنه بأوروبا هون أجواء رمضان ما عاد شفناها منيح، فحل الواحد يرجع يجتمع ويجرب هالأجواء. ورمضان كريم، نعاد علينا وعليكم الصحة والعافية. بسم الله الرحمن الرحيم. كل عام وحضراتكم بخير. احنا سعداء نكون اليوم ضيوف في هذا الشهر الكريم عند الأخ حمدي في ياسمين الشام، وربنا سبحانه وتعالى يجعل أيامكم دايما فرح وسعادة. بارك الله فيكم جميعا. يعني ما شاء الله مطعم ياسمين الشام مطعم رقم واحد بين المطاعم العربية كلها ببيننا من ناحية النظافة وطعمة الأكل. ما شاء الله الأكل كثير طيب ونظيف، وهاي ما أول مرة، يعني كل مرة بنفكر فيها نروح على مطعم فأول شيء بيخطر بالنا ياسمين الشام. من ناحية الأكل، مو بس كمان من ناحية الأكل، من ناحية الكادر، الطباخين اللي بيشتغلوا بالمطعم كلهم طيبين ونفسهم طيبة. أحلى أجواء رمضانية، بنحس حالنا كأننا بسوريا مطعم ياسمين الشام. إذا بدك تحس حالك أنك بسوريا عن جد بتيجي على مطعم ياسمين الشام وبتنبسط كثير. كل شيء تمام. sehr gut, sehr viel Auswahl und ich werde wiederkommen. والله هون المطعم أجواء رمضانية حلوة، كل شيء طيب الحمد لله، شباب كرمة، كله كان على ذوقنا يعني. وبنصح الكل يتفضل يجي معنا، شيء كثير. Das Restaurant war so ist super gut und ich empfehle euch das Restaurant weiter. Super gutes Restaurant. Sehr gut. من تونس في النمسا وعند الأخوة السوريين بقول لكم صحة شربتكم وماكلة راهي بنينا ياسر، بنينا شيء عشية بسط تنسيك بالغربة. وتعالوا عندهم اسم المطعم ياسمين الشام 19 حي 19،
ومبروك رمضانكم، وعن قريب مبروك عيدكم، وإن شاء الله مبروك عليكم كل شيء.